في اجتماعات القاهرة ورقة مصرية تتضمن شروط القاهرة لفتح معبر رفح، وإسرائيل تواصل عملياتها في القطاع. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وأضرار مادية كبيرة في سوق بنت جبيل. الجيش السوداني يشن غارات جوية مكثفة على تمركزات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض. بينهم رئيس أسبق، أكثر من 20 شخصا يرشحون أنفسهم للرئاسة في إيران. ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. أفادت مصادر خاصة للحدث أن القاهرة ستقدم للجانب الأمريكي ورقة تتضمن مطالبها لإعادة فتح معبر رفح وإعادة تشغيله. الورقة تتضمن انسحاب إسرائيل غير المشروط من معبر رفح تماما، والانسحاب من حوله، وتسليم عناصر فلسطينية المعبر من الجهة المقابلة لإعادة تشغيله. كما تشمل الورقة المصرية ضرورة إدخال المساعدات عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومن دون قيود التفتيش طويلة الأمد التي تعطل تسريع دخول المساعدات. وتتضمن الورقة المصرية كذلك عدم وجود الجانب الإسرائيلي إطلاقا في المعبر أو التدخل في أي أمور خاصة بالمعبر أو التنسيقات. هذا ونقل تلفزيون القاهرة الإخباري عن مصدر رفيع المستوى أن اجتماعا بين الجانب المصري والأمريكي والإسرائيلي سيعقد اليوم الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، مع تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر، حيث أوضح المصدر أن القاهرة أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، مشيرا إلى أن القاهرة تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام مصرية أن السلطات في مصر تبذل جهودا مكثفة للعودة للمفاوضات في إطار الطرح الأمريكي الأخير. من القاهرة تنضم إلينا مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم، أهلا بك رندا. ومن القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي، أهلا بك لانا. أبدأ من عندك رندا، والتفاصيل حول هذه الورقة المصرية التي يتم الحديث عنها الآن والتي ستقدمها القاهرة بما يخص معبر رفح. نعم رشا، كما ذكرتي بالفعل الحديث اليوم مع الوفد الأمريكي والوفد الإسرائيلي سيكون بالأساس على إعادة فتح معبر رفح، لكن بشروط مصرية بأن تنسحب إسرائيل تماما من هذا المعبر، وأن يكون هناك تعامل مع ربما عناصر فلسطينية، ويثار الآن ربما أيضا بوجود أممي لفترة لا تتجاوز الستة أشهر، ولكن لابد من وجود عناصر فلسطينية أو ربما اتفاقية المعابر التي كانت قد تم تفعيلها في عام 2005 بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. ولكن التفاصيل ما زال يتم الحديث حولها، لأنه بدون فتح المعبر سيكون هناك عرقلة في دخول المساعدات والمساعدات الإنسانية، وأيضا مصر بتصر أن يكون هناك تسريع في دخول هذه المساعدات، وأن يتم ألا يتم عرقلتها كما هو كان حادث بالفعل، وأيضا من خلال كرم أبو سالم حتى يتم تدفق المساعدات بسبب تأزم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع. إذن نحن الآن إزاء النقاش حول إعادة فتح المعبر بشروط مصرية وبعدم وجود أي تواجد إسرائيلي على المنفذ كما هو الحال الآن، لأنه كما نعلم رشا أنه منذ السابع من شهر مايو أغلق المعبر بعد احتلال إسرائيل للمعبر، ومصر لا تتعامل مع الوجود الإسرائيلي أو مع الاحتلال الإسرائيلي من هذا الجانب، لأنه من شأنه أن يشرع
أو يضع شرعية لوجود إسرائيل، وهو أمر مخالف لكافة الاتفاقات. إذن اليوم بتبدأ هذه النقاشات، وربما سيكون هناك توافق حولها، لأن هذه ربما الخطوة الأولى في تفعيل الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بإعادة تشغيل المعبر. سيتم دخول المستعدات وتدفقها، وربما أيضا سنرى إعادة إحياء مسار المفاوضات الذي توقف أيضا منذ 7 مايو. تفضل إيران. لانا، هل من ردود فعل حول هذه التصريحات التي وردت من الجانب المصري بما يخص الشروط المصرية لفتح معبر رفح؟ حتى الآن لا تعليق إسرائيلي بخصوص هذه النقطة تحديدا، ولكن العناوين الرئيسة في الصحف الإسرائيلية حتى تتداول موضوع الصفقة لتبادل الأسرى، ولكن موضوع رفح والجانب المصري وطبعا البنود الذي يتحدث عنها الجانب المصري، حتى الآن لم يكن هناك تعليقات من الجانب الإسرائيلي. على ما يبدو أن هذه المحادثات ما زالت موجودة في غرف مغلقة، ولم يكن هناك أي معلومات صدرت من الجانب الإسرائيلي ولا حتى تسريبات بخصوص هذه النقطة. رندا، موضوع العودة أو الحديث من قبل وسائل الإعلام المصرية عن الجهود المبذولة من قبل القاهرة لربما إعادة المفاوضات أو إعطائها شيء ربما من الزخم أو الدفع إلى الأمام، هل هناك شيء على أرض الواقع بات يشير إلى أنها قريبة؟ نعم، هناك نية بالفعل لإعادة إحياء المفاوضات ومسار المفاوضات الذي توقف بعد احتلال إسرائيل للمعبر، وأيضا التوتر الأمني بين مصر وبين إسرائيل في الفترة الماضية. الأسبوع الماضي قوات الإسرائيلية قتلت أحد الجنود المنطين بالتأمين الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا ربما زاد من التوتر الحادث الذي بدأ بالفعل ونراه في تراشق إعلامي خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه مصر. وهناك حاجة لأن يتم وجود استقرار في هذه المنطقة، وأيضا تأمين الحدود وعدم وجود أي خروقات مثل التي حدثت الأسبوع الماضي، أو أي يعني حوادث يمكن أن يتم تكرارها، وخاصة أن هذا الأمر أثار استياء كبير على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. إذن بنرى أن مصر يعني هناك ربما المحددات التي كانت تنتهجها مصر منذ البداية هو بالفعل مسار المفاوضات، وجود هدنة، وجود وقف كامل لإطلاق النار وإعادة الإعمار والحديث عن الدولتين. هذه الخطوط العريضة، وهذا ما تحدث عنه بالفعل الرئيس الأمريكي، ونرى أن هناك مساندة كبيرة لهذا الطرح من قبل مصر ومن قبل الوسطاء. مصر وقطر والولايات المتحدة يعملوا جميعا للوصول لهذا الهدف، ولكن ربما سنرى عقبات من قبل إسرائيل، سنرى ولكن لابد من تجاوز كل هذه العقبات، لأنه بدون مفاوضات وبدون إحياء هذا المسار سندور في حلقة مفرغة، ولابد من التوصل لوقف كامل لإطلاق النار حتى يتم إعادة الإعمار وأيضا عودة المواطنين في غزة إلى منازلهم. وهذه أحد البنود التي طرحها الرئيس الأمريكي من خلال خطته. صحيح. التي أعلنها يوم الجمعة الماضي. لانا، ردود الفعل ربما وآخر الأنباء، أو إذا ما كان هناك أي تصريحات جديدة بما يخص المقترح بعد الإعلان عن الموافقة؟ بالأمس السبت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن نية إسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات، وحتى بما يخص الصفقة والمراحل التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية أنه بالأساس مقترحا إسرائيليا تم تقديمه من خلال الوساطة القطرية إلى حركة حماس يوم الخميس الماضي. وربما هناك تطورات أخيرة تتحدث عن بعض الوزراء داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مثل بتسل إل سموتريتش وهو وزير الأمن القومي، وزير المالية عفوا، وإتمر بن جفير وهو وزير الأمن القومي. تحدثا جميعهم أنهم يريدون الاستقالة من هذه الحكومة، ونيتهم إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا أراد التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. هذه نقطة مهمة، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها تهديد لبنيامين نتنياهو بإطاحة هذه الحكومة، ولكن اللافت هذه المرة حقيقة أن زعيم المعارضة يائير لابيد كان قد أعطى
الضوء الأخضر على ما يبدو لبنيامين نتنياهو بأنه يريد مساعدته في حال استقالا هؤلاء الوزراء. هذا يعني ربما نيته المشاركة في هذه الحكومة أو الانضمام إليها. لا نعلم معنى هذه التصريحات، ولكن هذه التصريحات للمرة الأولى يكون فيها يائير لبيد مستعد أن يقف جنبا إلى جنب مع بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. طبعا قبل عدة أيام، قبل أسابيع قليلة، كان يائير لبيد زعيم المعارضة يضع خطة مع كبار مسؤولين وكبار الأحزاب السياسية للمعارضة لمحاولة الإطاحة في بنيامين نتنياهو، وبالتالي هذه أيضا تغيير لافت في التصريحات الأخيرة لزعيم المعارضة يائير لبيد. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا مراسلة الحدث لنا كلغاصي، والشكر أيضا من القاهرة مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم. شكرا رندا. أقر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات في صفقة التبادل، واصفا خطاب بايدن بالسياسي. وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي للصفقة يتضمن بنودا ليست جيدة، لكن هناك رغبة حقيقية لإطلاق سراح المحتجزين على حد قوله. وأضاف أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى العمل عليها، كما شدد على أنه لا يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى تحقيق جميع شروط وأهداف إسرائيل. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بعزمه دعمه لإنجاز اتفاق يعيد الرهائن ويحفظ أمن إسرائيل. I want to thank President Joe Biden. أريد أن أشكر الولايات المتحدة والرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. وفي هذا السياق أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنني سأمنحه وحكومته دعمي لإنجاز اتفاق يفضي إلى إطلاق الرهائن. ولا يجب أن ننسى أنه بحسب التقاليد اليهودية لا وصية أهم من استعادة الرهائن والأسرى، خاصة عند ما يتعلق الأمر بإسرائيليين لم تتمكن إسرائيل من الدفاع عنهم وحمايتهم، ومن واجبنا إعادتهم من خلال صفقة تحفظ أمن ومصلحة إسرائيل. هذا وكشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية تفاصيل جديدة متعلقة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكرت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يمارسون ضغوطا على المسؤولين في الشرق الأوسط والمنطقة لإقناع حماس بالموافقة على اقتراح لوقف إطلاق النار، وأنهم قدموا رسالة إضافية إلى مكتب نتنياهو وأخرى إلى قطر. وأضافت أن الوثيقة تستند إلى تحسين الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي قدمه للوسطاء في نهاية أبريل ورفضته حماس، وأن إسرائيل وافقت بشكل شبه كامل على الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الذين حددتهم حماس سابقا. وكشفت الهيئة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة. وقالت الهيئة إن أعضاء الجهاز الأمني اعترضوا على رفض نتنياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية. وتضيف أن نتنياهو اضطر أخيرا لقبول اقتراح الفريق المفاوض والموافقة على نفس الوثيقة التي تضمنت الاقتراح الإسرائيلي الذي قدم إلى الوسطاء. من جانب آخر، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش وزير الأمن القومي إتمار بنغفير هددا بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا وافق على مقترح الرئيس بايدن. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار بغزة قبل القضاء على حركة حماس، كما اعتبر أن الموافقة على المقترح ستكون انتكاسة كبيرة لما وصفها بإنجازات الحرب، وذلك من خلال انسحاب الجيش والسماح بعودة سكان غزة لشمال القطاع. أما وزير الأمن القومي إتمار بنغفير فوصف مقترح بايدن بالصفقة المعيبة التي تنصر الإرهاب وتهدد أمن إسرائيل، واعتبر أن الموافقة عليه ستعد هزيمة نهائية لإسرائيل. على الجهة المقابلة، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد تهديدات بنغفير وسموتريتش بالانسحاب من الحكومة بأنها
تعني التخلي عن الرهائن لدى حماس والتخلي عن أمن إسرائيل. أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان تلقى عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع. ليبرمان رفض العرض بحسب الصحيفة، وقال معلقا إنه لا يلدغ من الجحر مرتين بحسب وصفه. وأضاف ليبرمان، وهو وزير الدفاع الأسبق بين أعوام 2016 و2018، أنه يفضل انتظار خوض الانتخابات. استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم مياه والخيالة لتفريق متظاهرين في تل أبيب أمس بعد خروجهم إلى الشوارع احتجاجا على تعامل حكومة نتنياهو مع الحرب في غزة. وطالب المتظاهرون بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع تخوف للكثير من أن يتنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أشعر أن اليوم هو يوم مهم جدا. بايدن تحدث عن مقترح اتفاق، وعلى حكومتنا أن تسمع. حتى الأشخاص مثلي غير المسيسين والذين لا يتظاهرون بشكل منتظم يعتقدون أنه علينا القبول بالاتفاق. لقد حان الوقت المناسب للقيام بذلك. لدي إحساس أن الرئيس بايدن يهتم لأمر رهائننا أكثر مما يفعل نتنياهو وحكومته. نتنياهو يهتم فقط ببقائه السياسي ويقيس كل شيء بما فيه حياة الرهائن على هذا الأساس. لذلك تبين أن الرئيس الأمريكي يهتم أكثر لحياة الرهائن مما يفعل رئيس وزراء إسرائيل. لدي اعتقاد كبير بأن نتنياهو سينسف الاتفاق، ونحن نعول على مساعدة الدول الأجنبية ونعول على الرئيس بايدن والقادة العرب المعتدلين وقادة الدول الغربية وأصدقائنا لدعم الاتفاق حتى ننهي هذا المسلسل. نريد استعادة الرهائن، نريد انتهاء الحرب، نريد أن نتأكد من أن هناك انطلاقة نحو اتفاق قد يقود إلى إنجاز حل الدولتين واتفاق إقليمي. أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيقبل الاتفاق في حال عدم الإنصات إلى باقي الأطراف في الحكومة، وعليه أن يهتم بالرهائن وبإسرائيل وليس بإنجازات سياسية وببقائه رئيسا للوزراء من عدمه، والناس سيرون ذلك، وإذا كان يكترث للبشر فعليه قبول الصفقة. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب يعتبر يوما حزينا من أجل البلاد. وقال السيناتور المعروف بمواقفه المعارضة للحرب
عبر منصة إكس قال إنه لن يحضر الجلسة التي سيتحدث فيها نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب. وأعلن القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس أنهم دعوا نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس من أجل إظهار تضامنهم مع إسرائيل. يشار إلى أن رسالة الدعوة بعثها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديمقراطي حكيم جيفريس. من رام الله ينضم إلينا الصحفي هشام عبد الله. أهلا ومرحبا بك معنا سيد هشام. آخر صورة وآخر تطور، من الممكن اليوم أن نقول بأن هذا القرار النهائي وهذا ما ستذهب إليه إسرائيل؟ تصريحات كانت متلاحقة ومتعددة تظهر بعض التباينات، وهنا أتحدث عن المقترح. ما هو الشكل الأخير للموقف الإسرائيلي من هذا المقترح؟ نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. والله لا أعرف من يمكن أن يجيب على هذا السؤال، ما هو الشكل النهائي؟ لأن هذا هو الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث، وهو الشكل الممتد للموقف الإسرائيلي. يعني حتى الساعة تقول بأنه لا يوجد موقف حقيقي. نعم، واضح. نعم، أفهم، ولكن أريد أن أجيب على طريقتي وأقول أنه يعني لن يكون هناك شكل نهائي. ليست هناك أي مؤشرات، ليست هناك أي دلائل، ليست هناك أي قرائن، ليس هناك منطق. إذا كان أصلا المجال يتسع للتعامل مع المنطق في هذه الحرب المستمرة والمتواصلة، حرب الإبادة. ما نحن بصدده يا سيدتي اليوم وخلال 24 ساعة الأخيرة منذ أن أطلق بايدن الاقتراح الإسرائيلي، وأعتقد أن يعني وإن كان كثيرون يعتقدون أن في ذلك غموضا كبيرا في هذا التوصيف، ولكن أعتقد أنه يعكس بالفعل حقيقة العلاقة الأساسية والعضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ما أريد أن أقوله أن يعني نحن اليوم بصدد ما كنا بصدد قبل أيام، وما كنا بصدده قبل أشهر، وما كنا رأيناه وسمعناه وتعاملنا معه وتعاملت معه جميع وسائل الإعلام على مختلف مستوياتها ولهجاتها ولغاتها والسياسيين والحكومات تعاملت، يعني تعاملنا، يعني مرت هذه اللحظة التي نحن بصددها الآن ونتعامل معها على أنه ممكن أن يكون هناك اتفاق لوقف الحرب، وكأن بالفعل هناك شيء حقيقي. أنا أعتقد بالعكس تماما، نحن هنا مرة أخرى أمام محاولات إسرائيل ومساعدة الولايات ومشاركة الولايات المتحدة المشتركة الشريكة الأساسية في هذه الحرب لمد عمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية، والنهاية الوحيدة التي ستقبل بها إسرائيل وتقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على ما يحدث حتى هذه اللحظة هو أن لا يكون هناك مطالب للفلسطينيين أصلا، لا سياسية ولا حقوقية ولا مدنية. وأن إذا كان هناك إذا أسعف الحظ والوقت والأدوات إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على شريك غير فلسطيني الهوية والفكرة وغير فلسطيني الانتماء، فإنهم سيرحبون بذلك. لأنه يعني حتى لنأخذ مثال معبر رفح، يعني انتظرنا أشهر ونحن نسمع تلويح وتهديد اجتياح رفح ودخولها بقوات الإسرائيلية، وعندما دخلتها واحتلتها كان هناك يعني لحظة فارقة كبيرة جدا وكأن الأمور انتهت، ثم عادت إسرائيل اليوم وتتحدث وتستخدم رفح. ما تستخدمه اليوم في المحادثات حول معبر رفح ما هو إلا يعني محاولة جديدة وإسرائيلية أصيلة وأمريكية لمد الوقت أكثر ما يمكن. سنبقى على تواصل. طيب سيد هشام اسمح لي وعذرا على المقاطعة، كبير مستشاري نتنياهو يقول بأنه وافقنا على مقترح بايدن، ولكن يردف ويعقب كلامه بأنه يجب تعديل كذا ويجب النظر في كذا.
هل اليوم فعليا إسرائيل قادرة على أن لا تذهب مع أمريكا في هذا المقترح بعد أن تحدث به بايدن بشكل جهري وقال اليوم أنا أعلنه أمام الملأ لكي لا تتراجع إسرائيل نظرا لأنه مقترح إسرائيلي؟ نعم، أنا أعتقد يعني بشكل قوي جدا أنهم يعني قادرون على الذهاب معا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والدليل على ذلك ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية. مرت هناك فترة لو يتذكر الجمهور وتتذكرين معي، وحوالي يعني شهر مر وكانت الكل يتحدث عن المقاطعة التي قطعها بايدن لنتنياهو، ثم عادت الأمور إلى ما كانت عليه. مرت هناك أكثر من مرحلة قلنا فيها هناك خلافات أمريكية إسرائيلية وما زالت الأمور على ما هي عليه. مرت أكثر من مرة وأكثر من مقترح تم نقاشه، وفي كل مرة لأنه هذا محكوم بطبيعة العلاقة والمصالح الأمريكية. ولكن هنا من يقول الآن بأنه اليوم عدم الضغط على إسرائيل من قبل أمريكا يهدد طبيعة العلاقة ويهدد المصالح الأمريكية ويهدد إسرائيل أيضا، ومن واجب واشنطن اليوم أن تكون أكثر حسما مع إسرائيل حرصا على مصلحتها، وفقا لمن يقرأ بهذا ربما السياق الموقف. نعم، يمكن قراءة الأمر على هذه، ولكن يعني هذا لا يحدث على الإطلاق. وما يحدث هو توازي وتواصل كبير واتحاد أكبر ومشاركة أكبر بين الطرفين. هناك خلافات يمكن أن تكون تكتيكية على الأسلوب، ولكن ليس هناك خلافات على الجوهر. ودعيني هنا أقول، متى وضعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل موضوع الحقوق الفلسطينية في كل هذه الحرب، غير الإشارة مرات ومرات إلى موضوع أنه ستكون هناك دولة مستقلة، ثم يضيفون إلى ذلك دولة مستدامة، ثم يضيفون إلى ذلك إصلاح السلطة الفلسطينية، ثم يضيفون إلى ذلك أن لا تكون حماس، ثم يضيفون إلى ذلك؟ أكيد سيد هشام، ونخطئ إذا ما أردنا المقارنة بأن تكون يعني الولايات المتحدة كما يقول المراقبون منصفة أو عادلة أو حيادية في مواقفها تجاه الطرفين. شكرا جزيلا لك من رام الله، كنت معنا الكاتب الصحفي هشام عبد الله، شكرا جزيلا. أعلنت تنسيقية بلديات شمال غزة كل من مخيم جباليا ومدينتي بيت حانون وبيت لاهيا مناطق منكوبة. وقال المتحدث باسم التنسيقية ناجي سرحان إن أكثر من 50,000 وحدة سكنية دمرت، بينما تم تجريف شبكات الصرف الصحي والطرقات في معظم بلديات شمال غزة، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للاضطلاع بمسؤوليتها في إنهاء الحرب. أننا في اللجنة التنسيقية لبلديات شمال غزة نعلن مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا ومدينة بيت حنون ومدينة جباليا منطقة منكوبة، نظرا للدمار الهائل الذي يفوق الوصف، كما نؤكد على ما يلي. 1- ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم ووقف هذه الحرب المجنونة التي تستهدف القانون الدولي والإنساني بالدرجة الأولى، ممثلة في قتل النساء والأطفال والقضاء على مظاهر الحياة المدنية وتدمير المباني والمستشفيات والمدارس والمساجد وآبار المياه وتجريف الطرقات وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى فرض حصار محكم أدى إلى حدوث مجاعة حقيقية في شمال غزة. أفادت مراسلة الحدث بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة حولة جنوب لبنان، كما تحدثت الوكالة اللبنانية للإعلام عن إصابة آخر في قصف إسرائيلي على بلدة بنت جبيل ووقوع أضرار مادية كبيرة في المباني القديمة لسوق بنت جبيل والمحال التجارية والمنازل، كما تضررت العديد من السيارات. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت الليلة الماضية على أهداف في جنوب لبنان.
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تسعى في مرحلة ثانية لإبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل في حال تمكنت من التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن جهود الوساطة الأمريكية التي يقودها مدير المخابرات المركزية ويليام بيرنز تصب باتجاه إرساء تهدئة طويلة الأمد في غزة ولبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. أهلا ومرحبا بك معنا محمود. آخر التفاصيل، ما هي التطورات بعد هذا التصعيد الذي يعني لم يعد تصعيدا جديدا ولم يعد أنه مخالفا للمشهد؟ نعم، هي سلسلة من الغارات العنيفة ومن المواجهات التي بدأت منذ بعد الظهر حتى هذا التوقيت منذ 20 دقيقة. كانت صفارات الإنذار وتحديدا في مستوطنة مسكف عام وأيضا على مطلي تقوم بعمليات هذه الإنذار، لأن هنالك عدد كبير من صواريخ حزب الله باتجاهها. وفضلا عن أن صفارات الإنذار التي كانت تدوي كانت قد سبقت ذلك بحوالي ساعة وتحديدا ما بين عكا ونهرية، وتحدثت المعلومات عن سقوط مسيرتين مفخختين انفجرتا في سماء المنطقة. الآن ومنذ 10 دقائق القصف مدفعي، هطلات من قذائف مدفعية 155 وتحديدا في 3 بقع في القطاع الشرقي ما بين الشبعة وكفر شوبة وكفر حمام ورشية الفخار، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي والتي تركزت في 3 بلدات جنوبية، من مدينة بنت جبيل مع ساعات الفجر إلى ميس الجبل إلى حولة، والتي أشرت إليها في خبر الوكالة الوطنية. المسألة الأساسية في عملية الانحدار في المواجهات والتسخين هي بدأت منذ الأمس وتحديدا بسقوط الطائرة هيرمس 900، عقبه بعد ذلك قيام إسرائيل بعدد من الغارات باتجاه الداخل اللبناني في بيت مشيك ليرد حزب الله فجرا باتجاه الجولان، وتستمر سلسلة المواجهات حتى هذا التوقيت. من بيروت كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر، شكرا جزيلا يا محمود. النشرة مستمرة وفيها أيضا تجدد الاشتباكات العنيفة في الفاشر شمالي دارفور. هذا اليوم ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم في نكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. We'll be right back.
شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني ضربات على مواقع قوات الدعم السريع حول مصفات الجيلي في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. وأفادت الوكالة عن تعرض مصفات الجيلي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي أكبر مصفات للوقود في السودان، تعرضها إلى عدة ضربات جوية ومدفعية. يتبادل طرفا صراع الجيش وقوات الدعم السريع الاتهام حولها. كما استهدفت مدفعية الجيش السوداني تمركزات لقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة في الخرطوم وسلاح الإشارة في بحري، اللتين يفصلهما نهر النيل عن بعضهما البعض، بحسب ما نقلت الوكالة عن شهود عيان. تجددت الاشتباكات العنيفة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان وسط قصف مدفعي كثيف. وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع مستمرة في شن هجمات مكثفة على المناطق الشرقية الجنوبية للفاشر، ويشن طيران الجيش غارات على مواقع الدعم السريع في الأحياء الشرقية من الفاشر. وقال شهود عيان إن شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفرة في معظم أنحاء الفاشر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي. أكد ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، أكد إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على حسم ما وصفه بالتمرد بشكل نهائي وعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة على حد قوله. وقال بيان لإعلام مجلس السيادة إن العطا تفقد القوات بمنطقة وادي سيدنا وهنأ وأيضا بعد تنفيذ عملية بحر هنأها. وأضاف العطا أن هذا الشكل من العمليات سيتكرر في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة دون الإفصاح عن ذلك، مؤكدا بأن النصر بات قريبا. عندما نقول يا جيش ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، هجوم في كل المحاور كل الاتجاهات، كل يوم يومين ثلاثة هجوم في كل الاتجاهات. الناس ديل ما فضل لهم شيء، ما في هدنة. نقول له تمام السيد نائب الرئيس، جيشك جاهز. وهذه العملية صدقوني ستتكشف أسرارها كلها، حتكون في المعاهد العسكرية في السودان وفي أفريقيا وفي الوطن العربي جميعا. بنرتب هو أشمل والدور ده الضربة في حتة ما بتوقعوها. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن، أهلا ومرحبا بك معنا. المقداد، ما هي آخر التطورات ميدانيا المقداد، وإذا ما كان هناك أي تصريحات جديدة لقوات الجيش؟ آخر التطورات العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم هي اشتداد وتيرة القصف المدفعي المتبادل قبل حوالي ساعة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كنا نتابع عدد ليس بقليل من القذائف المدفعية الصاروخية التي أطلقتها قوات الدعم السريع من قواعدها في أحياء جنوب وشرق العاصمة باتجاه أهداف تابعة للجيش السوداني، وبعد ذلك رد الجيش السوداني بعدد من القذائف المدفعية من القيادة العامة وكذلك من سلاح الإشارة. تابعنا أيضا تصاعد لأعمدة الدخان من وسط العاصمة الخرطوم، وذلك كان بعد عدد أيضا من العمليات العسكرية التي كانت صباحا ما بين الجيش السوداني والدعم السريع في المنطقة التي تتواجد بها قوات الدعم السريع، أيضا في محاور شرق النيل وكذلك الأحياء الجنوبية. شاهدنا تصاعدا لأعمدة الدخان في عدد من الأحياء وعدد من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع. في مدينة أم درمان أيضا القواعد العسكرية التابعة للجيش السوداني نفذت عدد من الضربات المدفعية باتجاه أهداف تابعة للدعم السريع في مدينة بحري وحتى هنا في العاصمة
الخرطوم. في إقليم دارفور وانتقالا إلى الفاشر، اليوم ربما العمليات العسكرية تركزت في الجانب الشمالي والشرقي بقصف مدفعي متبادل ما بين الجيش السوداني والدعم السريع، وأيضا علمنا أن طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع حلقت في عدد من الأحياء، تصدت لها القوى المشتركة والجيش السوداني بالمضادات الأرضية. أيضا على خلفية هذه الاشتباكات في الفاشر، بحسب مصادر طبية أن مستشفى سيد الشهداء استقبل ما لا يقل عن 42 جريحا من المدنيين و11 قتيلا كذلك إثر العمليات الدامية التي كانت مساء الأمس. هذا هو مجمل العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة في العاصمة السودانية الخرطوم. وعلى خلفية المعارك التي دارت في جسر الحلفاية، كان الفريق ياسر العطا بالأمس قد ذكر في تصريحات بأن الجيش السوداني عازم على المضي في حسم هذه المعركة عسكريا، وأنه سيهاجم في عدد من المحاور، لم يحدد من أي المحاور سيبدأ، لكن ربما الأيام المقبلة ستتكشف فيها هذه العمليات العسكرية التي وصفت بالكبيرة جدا. نعم، في جسر الحلفاية والتي استطاع فيها الجيش السوداني أن أن يعبر ذلك الجسر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري للسيد العطا، ولكن لم يكن هناك أي أنباء واردة عن ردود فعل أو تصريحات من قوات الدعم السريع. هل هناك أي ردود فعل، أي تصريحات تتوازى مع هذا الإعلان من قبل السيد ياسر العطا؟ لم نرصد تصريحات مباشرة، ولكن بحسب ما نشر الإعلام العسكري التابع للدعم السريع أن العمليات العسكرية متواصلة في مدينة الفاشر، وكان قد بث فيديوهات في على موقعه في منصة إكس تشير إلى استمرار العمليات العسكرية ما بين الجانبين. أيضا هنا اليوم على غير المعتاد تابعنا القصف المدفعي المكثف من قبل الدعم السريع على أهداف تابعة للجيش، خاصة في الساعتين الماضيتين، لكن في هذه اللحظة توقف القصف المدفعي، وأيضا تابعنا الرد المباشر من قبل الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة. كل هذه التصريحات وكل هذه العمليات العسكرية ربما هي تتجسد الآن في محاور القتال المختلفة، والتي هي بطبيعة الحال تؤزم من واقع الوضع الإنساني. ونحن نتحدث عن سنة وشهرين من الحرب منذ بدايتها في إبريل الماضي. المنظمات الأممية تتحدث عن مخاوف كبيرة جدا فيما سيواجهه المدنيون في طيب المقداد اعذرني على المقاطعة، ولكن انتهى الوقت. أريد من قبل فقط أن أستوضح منك رمطان العمامرة من ذكرت بأن هناك 11 شخصا قتلوا، فقط أريد التفاصيل وبعجالة لو سمحت. نعم، في مركز سيد الشهداء بحسب مصادر طبية وبحسب ما علمنا أنها كانت بالأمس 11 قتيلا جراء العمليات العسكرية في مدينة الفاشر، هم من المدنيين ونحو 41 جريحا من المدنيين إثر العمليات العسكرية. شكرا. في مدينة الفاشر مساء الأمس. من الخرطوم كنت معنا مراسل الحدث المقداد حسن، شكرا جزيلا لك. علياء طفلة سودانية فقدت أمها وأباها وجدتها بعد سقوط شظايا قذيفة على منزلهم. قصص الأطفال ومآسيهم في حرب السودان لا تنتهي. الحدث تسلط الضوء على تأثيرات الحرب على الأطفال في مناطق الصراع. علياء حبيبتي عني. هذه هي الطفلة علياء، بكاؤها يشرح أكثر قصص الحرب إيلاماً. خرجت لتلعب مع جيرانها، لكنها صدمت بعد دقائق حينما رأت شظايا قذيفة اخترقت جدران منزلها. ركضت تجاه البيت فوجدت أمها وأباها وجدتها قتلى، وبقية أفراد أسرتها مصابين ومدرجين بدمائهم. أنا وقعت لنا في الثورة 11 وقتلت أمي وأبوي، بطلت كراع عمي وحبيبتي. انت شفتيهم؟ ها؟ أما شقيقها الصافي الذي ما زالت تلازمه الصدمة اكتفى بهذه الكلمة. ماما وبابا وين؟ أطفال السودان يعيشون واقعاً أكبر من أعمارهم،
هذا مشهد آخر يكشف كيف غيرت الحرب في سلوكياتهم. يحملون ألعابا للأسلحة المستخدمة في الحرب. هذا المشهد بات يقلق الأسر. تحولت ألعاب الأطفال البريئة إلى مشاهد عسكرية. هنا أضحت الكلمات قاموس حرب. التدين الدعم والحزب الله ونعم الوكيل. قصص الأطفال القاسية والمؤلمة لا تنتهي. فهذا المركز الذي يجتمع فيه الأطفال كانت أصوات المدافع العنيفة لا تتوقف ولا يبدو عليهم الخوف. الحرب دي نزحت الناس وطلعت الناس من بيوتهم وخلت الناس يشربوا أموالهم وأملاكهم. تحاول هذه المبادرات الطوعية أن تخرج الأطفال من أصوات الحرب والرصاص إلى أجواء الفرح. تعقيدات نفسية عاشها الأطفال خلال العام الماضي مما أثر على سلوكياتهم. يبدو أنهم يحتاجون إلى دعم نفسي وإلى أنشطة تستوعب طاقتهم. كم عدد ألوان علم السودان؟ أحمر، أخضر، أبيض، أسود. الأطفال اشتغلنا معهم ياهو كورسات تعليمية ولسه ساعين لأنه نحن نلقى طريقة إنه نحن نوفر لهم كتب، نوفر لهم مدرسين، نوفر لهم حاجات زي دي عشان يكونوا على الأقل ما يقدروا ينسوا أو السنة بتاعت الحرب تكون ما سرتهم في حاجة. غياب شبه تام لوزارة التربية والتعليم ومجلس الطفولة والمنظمات الأممية. هنا يحاول البسطاء وبما توفر لهم إضفاء ألوان جديدة على حياة هؤلاء الأطفال ورسم البسمة على شفاههم. رغم التشرد والفقد والفقر، رغم الأحزان، لكنهم لا يستسلمون. لينا يعقوب، الحدث، أم درمان. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن لجنة الانتخابات الإيرانية قولها اليوم إنها سجلت 23 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية. وأعلن المتحدث باسم اللجنة محمد إسلامي أن 80 شخصا تقدموا لجنة الانتخابات الرئاسية على مدى الأيام الثلاث الماضية. قدم الرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأثناء تسجيل اسمه بعد مطالبة الصحفيين بإشهار بطاقة الهوية أمام الكاميرات، قال نجاد إنها صناعة إيرانية، مشيرا إلى منافسه علي لاريجاني المولود في مدينة النجف في العراق. وقال أحمد نجاد إن ترشحه للانتخابات الرئاسية جاء استجابة للكثير من الإيرانيين الذين طالبوا بترشحه. يذكر أن أحمد نجاد تولى رئاسة إيران لولايتين متتاليتين بين عام 2005 و2013 حين خلفه الرئيس السابق روحاني. الناس يصرون على أن أدخل هذا المشهد. لقد قلت أيضا طوال هذه الأيام إنني أقوم بدراسة الأمر. أنتم تعلمون أن العمل شاق ومعقد، الوضع صعب ومعقد، لكن منذ يومين أو ثلاثة أيام يأتي الناس ويقولون إننا كشعب نأمرك بالمشاركة، وأنا كخادم صغير للشعب الإيراني ماذا يمكنني أن أفعل تجاه هذه الدعوة؟ من الصعب جدا مقاومة هذه الدعوة مع أنني أعلم أن الجانب الآخر من الموضوع صعب جدا جدا وهناك مهام ثقيلة. أعرف ظروف البلد، لكن أريد أن أقول لكم إنكم انتصرتم أخيرا. من طهران ينضم إلينا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصدق. 23 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية، هل من بين هذه الأسماء الأكثر حظا وفقا للقراءات أو توقعات؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ومشاهديكم. نعم فعلا، يعني حاليا كما تفضلت 23 مرشح ترشحوا وبقي يوم واحد ايضا، ربما يضاف اثنان اخران اليهما، ولكن انا
في اعتقادي، يعني كل هؤلاء المرشحين ربما نستطيع أن نفرز من بينهم 2 أو 3 مرشحين أساسيين، والبقية نحن تعودنا على مشاركتهم دائما، هم يترشحون وعندما تقبل أيضا آليتهم يشاركون في الحملة الدعائية، وفي اليوم الأخير من تلك الحملة ينسحبون لصالح أحد المرشحين المتنافسين. من هم الأسماء الثلاث؟ نعم، هؤلاء الأسماء أنا حسب توقعي، أولا الدكتور علي اللاريجاني، طبعا فيما إذا صرح مجلس صيانة الدستور على أهليته، نحن نعلم في الانتخابات السابقة لم يصادقوا على أهليته ومنع، يعني لم يتمكن من المشاركة، ولكن هذه المرة على ضوء كان هناك خطاب لقائد الثورة يطلب مجلس صيانة الدستور بتعويض عما لحق بهذه الشخصية كبيرة في النظام من إساءة لسمعته، وبالتالي طلب التعويض بذلك. أنا أتوقع ستتم موافقة. المرشح الثاني هو الدكتور سعيد جديري، وهو يمثل اليمين المتشدد نسبيا، اللاريجاني يمثل اليمين المعتدل، يعني هؤلاء هم الاثنان المرشحان الأساسيان، ويبقى البقية. يعني طبعا هناك أحمد النجاد، أنا استبعد أن تتم الموافقة أو يصادق على أهليته على ضوء أنه خارج يعني عن النظام أو يتواجه مع النظام وتواجه مع قائد الثورة، ولكن يحظى وفقا للمعلومات يحظى بشعبية أحمد النجاد في الداخل الإيراني، أليس كذلك؟ ألا يؤخذ هذا في عين الاعتبار؟ نعم، هو صحيح، يعني هناك جمهور خاص لديه لأنه قام ببعض الإجراءات عندما كان رئيسا للجمهورية، ولكن بقية إجراءاته أساءت إلى النظام أولا، وأساءت إلى البلاد ثانيا، وجعلت يعني الأجواء متوترة، وتدهورت العلاقات بين إيران وبين دول المنطقة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، واستصدرت في عهد قرارات يعني الحظر على إيران، قرارات أممية صارمة ضد إيران بسبب مواقفه المتشددة وبسبب عدم معالجته للأمور بحكمة، وبالتالي أنا أعتقد النظام يرى مصلحة البلاد بشكل عام أكثر من مصلحة مجموعة صغيرة من هؤلاء الذين يساندونه ويؤيدونه. نحن نعلم، يعني أنا شخصيا بتقديري أعلم لماذا هو يشارك، يعني هو يشارك ربما يعلم أيضا بأنهم سوف لن يقبلون بأهليته، وبالتالي سوف يثير الأجواء ويشكك في هذه الانتخابات ويخلق أزمة، ونحن في غنى عن هذه الأزمة. استراتيجية البلاد حاليا هي التهدئة سيد مصدق، محاولة استعادة إيران. كأنه هناك مشكلة فنية في الاتصال، وفقدنا حقيقة الاتصال مع السيد مصدق بور. شكرا جزيلا لك. نذكر بالعناوين قبل النهاية. في اجتماعات القاهرة ورقة مصرية تتضمن شروط القاهرة لفتح معبر رفح، وإسرائيل تواصل عملياتها في القطاع. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وأضرار مادية كبيرة في سوق بنت جبيل. الجيش السوداني يشن غارات جوية مكثفة على تمركزات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض. بينهم رئيس أسبق، أكثر من 20 شخصا يرشحون أنفسهم للرئاسة في إيران.
نهاية النشرة. أحمد يلتقيكم على رأس الساعة، وأنا أعود بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.